موقع أنا السلفي. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فنستكمل إن شاء الله تعالى شرح كتاب مختصر الرحيق المختوم، ووصلنا إلى قوله مكاتبة الملوك والأمراء. كان من أثر صلح الحديبية أن المسلمين بدأوا يتداخلون في مشرك العرب ويدعونهم إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا راسل النبي صلى الله عليه وسلم الملوك والعظماء يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، فقد راسل كسرى وقيصر والمقوقس والنجاشي وغيرهم يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا من أثر الصلح ومن النصر الذي نصر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك كان صلح الحديبية فتحا، وهذا فيه درس أن المهادنة والمداددة أي يمد عدوه مدة يدعو فيها إلى الله سبحانه وتعالى، فهذه فائدة عظيمة نأخذها من ذلك. يقول في أواخر السنة السادسة حين رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية، كتب إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام. ولما أراد أن يكتب إلى هؤلاء الملوك قيل لهم إنهم لا يقرؤون كتابا إلا وعليه خاتم، يعني يكون الكتاب الرسالة مختومة بختم. فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله، وكان هذا النقش ثلاثة أسطر: محمد سطر، رسول سطر، والله سطر، هكذا. واختار النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه رسلا لهم معرفة وخبرة، وأرسلهم إلى الملوك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل إلى قيصر أرسل دحية ابن خليفة الكلبي رضي الله عنه، وكان من أحسن الناس صورة، وكان على علم بلغة قيصر، وكان أيضا شجاعا حليما حكيما رضي الله عنه. يقول: وفيما يلي نصوص هذه الكتب وبعض ما نتج عنها. أولا، كتابه صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي أصحم ابن الأبجر ملك الحبشة، والحبشة الآن هي أثيوبيا. كتب له صلى الله عليه وسلم: هذا كتاب من محمد النبي إلى النجاشي الأصحم عظيم الحبشة، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله، وأدعوك بدعاية الإسلام فإني أنا رسوله. وأدعوك بدعاية الإسلام
يعني أدعوك إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فأسلم تسلم، يعني يسلم في الدنيا والآخرة. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. قل يا أهل الكتاب، أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، تعالوا إلى كلمة سواء، يعني كلمة عدل، كلمة متساوية بيننا وبينكم. هذه الكلمة ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإن تولوا، يعني أعرضوا، فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فإن أبيت فإن عليك إثم النصارى من قومك. فإن أبيت فإن عليك إثم النصارى من قومك. وبعث صلى الله عليه وسلم الكتاب مع عمرو بن أمية الضمري، فلما أخذه النجاشي وضعه على عينه، احترم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضعه على عينه ونزل عن السرير، يعني سرير الملك، وأسلم على يد جعفر، وأسلم على يد جعفر بن أبي طالب، لأن جعفر وقتئذ كان في الحبشة ومن معه من مهاجري الحبشة. وكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من النجاشي أصحمه، سلام عليك يا نبي الله، من الله ورحمة الله وبركاته، الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد، فقد بلغني كتابك يا رسول الله فيما ذكرت من أمر عيسى، فورب السماء والأرض إن عيسى لا يزيد على ما ذكرت فروقا، إنه كما قلت، وقد عرفنا ما بعثت به إلينا، إنه كما قلت، لأنه جاء في الكتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم عن عيسى عليه السلام أنه عبد الله ورسوله، وأنه كلمة الله وروحه، وروحه أي روح مخلوقة كبقية المخلوقات، وكلمته أي خلق بكلمة كن، فعيسى عبد الله ورسوله، خلقه الله عز وجل من أم بلا أب، كما خلق آدم عليه السلام من غير أم ولا أب، وهذا ليكتمل الإعجاز. فقال وإنا قد عرفنا ما بعثت به إلينا، وقد قربنا ابن عمك أي جعفر رضي الله عنه وأصحابك، فأشهد أنك رسول الله صادقا مصدقا، وقد بايعتك وبايعت ابن عمك وأسلمت على يديه لله رب العالمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد طلب من النجاشي أن يرسل جعفرا، جعفر غير ممنوع من الصرف، لذلك قال جعفرا بالتنوين، وجعفر ليس ممنوعا من الصرف لأن وزن فعل يدور بين العلمية، بين الفعلية والإسمية، يتنازعه كل منهما،
وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد طلب من النجاشي أن يرسل جعفرا ومن معه من مهاجري الحبشة، فأرسلهم في سفينتين مع عمرو بن أمية الضمري، فقدم بهم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر. وتوفي النجاشي هذا في رجب سنة 9 من الهجرة بعد تبوك، ونعاه النبي صلى الله عليه وسلم يوم وفاته وصلى عليه صلاة الغائب. ولما مات وتخلف على عرشه ملك آخر كتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم كتابا آخر ولا يدرى هل أسلم أم لا. فهذا فيه فوائد: أولا أن الإسلام دين للعالمين، كما قال عز وجل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا راسل النجاشي ملك الحبشة، وراسل قيصر الروم وكسرى فارس وغيرهم، فدل ذلك على أن رسالة الإسلام رسالة عالمية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار. وفيه أيضا أن الوسائل الدعوية تختلف باختلاف الزمان والمكان، وأن لكل زمان طريقة في دعوة الناس، فعلى الدعاة أن يأخذوا بهذه الوسائل المتنوعة المباحة يدعون إلى الله عز وجل. ومن خير هذه الوسائل المراسلة والمكاتبة كما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، راسل وكاتب العظماء، وها هو النجاشي عظيم الحبشة وأفريقيا يسلم رضي الله عنه. وكذا أيضا كما سنرى حتى في الردود، ردود المقوقس، ردود قيصر، فدعوة إلى الله عز وجل كما أمر الله سبحانه وتعالى وأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمته كما ذكرنا نائبة عنه صلى الله عليه وسلم في التبليغ، وقال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. والوسائل اليوم وسائل سبحان الله، وسائل متنوعة ووسائل سريعة، كما من الله على الناس بهذه التقنية الحديثة، فالعالم أصبح اليوم أشبه بضغط على زر، فرسالة تكتب في أي وسيلة من وسائل الاتصال الاجتماعي. وسبحان الله في 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 أقل من ثانية تصل إلى جنوب أفريقيا، إلى أستراليا، إلى أمريكا الجنوبية، إلى شمال أوروبا، دعوة إلى الله عز وجل. فتستغل هذه الوسائل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، في التذكير، في الموعظة الحسنة، آية، حديث نذكر بها الناس وندعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. ولا يحتقرن الإنسان نفسه ولا يحتقرن فعله، فمدار الأمر على الصدق والإخلاص، فمن صدق الله صدقه، والله سبحانه وتعالى يفتح قلب من شاء من عباده، وفي لحظة تأتي الصلحة مع الله سبحانه وتعالى. الكتاب الثاني: الكتاب إلى المقوقس ملك مصر. وكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى جريج ابن متى الملقب بالمقوقس ملك مصر والإسكندرية، كتب إليه صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم:
من محمد عبد الله ورسوله إلى المقوقس عظيم القبط. القبط هم سكان مصر قبل الإسلام، قبل أن تتنور مصر بالإسلام. سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أي شهادة أن لا إله إلا الله، يعني أدعوك إلى دعاية الإسلام، وهي نطق الشهادتين. أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم أهل القبط، لأنهم سيمتنعون بامتناعه ويأبون بإبائه، فيكون عليه إثم من كفر وتولى وأعرض، لأنه رئيسهم والناس على دين ملوكهم. فإن صلح الملك صلحت الشعوب، وإن فسد الملك فسدت الشعوب، أي غالبا. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. واختار صلى الله عليه وسلم لحمل هذا الكتاب حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه، وكان حاطب رضي الله عنه من فرسان قريش، وكان عليما بلسانهم كما أنه كان عليما بالنصرانية، لذلك اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لحمل هذا الكتاب. فلما دخل حاطب على المقوقس قال له: إنه كان قبلك رجل يزعم أنه الرب الأعلى، أي فرعون، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، فانتقم به ثم انتقم منه، فاعتبر بغيرك ولا يعتبر غيرك بك. فقال المقوقس: إن لنا دينا لن ندعه إلا لما هو خير منه. فقال حاطب: ندعوك إلى دين الإسلام الكافي، ندعوك إلى دين الإسلام الكافي به الله فقد ما سواه. إن هذا النبي دعا الناس، فكان أشدهم عليه قريش، وأعداهم له اليهود، وأقربهم منه النصارى، وأقربهم منه النصارى. ولعمري ما بشارة موسى بعيسى إلا كبشارة عيسى بمحمد، وما دعاؤنا إياك إلى القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيل. فكل نبي أدرك قوما فهم أمته، فالحق عليهم أن يطيعوه، وأنت ممن أدركه هذا النبي، ولسنا ننهاك عن دين المسيح ولكننا نأمرك به، لأن دين المسيح عليه السلام هو الإسلام، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، إذ قال الله عز وجل عنه وهو يدعو قومه: وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. إذن هذه دعوة الإسلام، فكل نبي دعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له. والإسلام بالمعنى الخاص هو الذي أرسل الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، ووجب علم على من أدركه صلى الله عليه وسلم وسمع به أن يذر ما في يده، وأن يؤمن به، وأن يتبعه، وأن يطيعه. فقال المقوقس: إني قد نظرت في أمر هذا النبي فوجدته لا يأمر بمزهود فيه، ولا ينهى عن مرغوب فيه، ولم أجده بالساحر الضال
ولا الكاهن الكاذب، ووجدت معه آية النبوة بإخراج الخبأ والإخبار بالنجوى، وسأنظر. وأخذ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فجعله في حق من عاج. الحق وعاء صغير له إناء، قد يكون من عاج، قد يكون من زجاج أو غيره. يعني أكرم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وختم عليه، ودفع إلى جارية له، ثم دعا كاتبا له يكتب العربية، فكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، لمحمد ابن عبد الله من المقوقس عظيم القبط، سلام عليك. أما بعد، فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو إليه، وقد علمت أن نبيا بقي، لأن عيسى عليه السلام بشر بأحمد صلى الله عليه وسلم، وكنت أظن أنه يخرج بالشام، وقد أكرمت رسولك وبعثت إليك بجاريتين لهما مكان في القبط عظيم وبكسوة، وأهديت إليك بغلة لتركبها، والسلام عليك. ولم يزد على هذا ولم يسلم. والجاريتان مارية وسيرين، والبغلة دلدل بضم الدال، بقيت إلى زمن معاوية. واتخذ النبي صلى الله عليه وسلم مارية سرية له. إذا مارية القبطية عليها السلام النبي صلى الله عليه وسلم اتخذها سرية، يعني كانت أمة رضي الله عنها، وأسلمت قبل دخول المدينة، ووطأها النبي صلى الله عليه وسلم، فأنجبت له ولده إبراهيم عليه السلام. ويقول: واتخذ النبي صلى الله عليه وسلم مارية سرية له، وهي التي ولدت له إبراهيم. وأما سيرين فأعطاها لحسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه. فهذا كتابه صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس، والمقوقس هذا عظيم القبط في مصر، عظيم النصارى في مصر. إذن دعوة الإسلام دعوة عالمية للجن والإنس، هكذا أرسله الله، وأرسله الله رحمة للعالمين. الكتاب الثالث: الكتاب إلى كسرى ملك فارس. وكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى ملك فارس: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. وأدعوك بدعاية الله، فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة. ملك فارس هذا مجوسي يعبد النار. لينذر من كان حيا، ويحق القول على الكافرين. فأسلم تسلم، فإن أبيت فإن إثم المجوس عليك. المجوس عبدة النار، فإن إثم المجوس عليك. واختار لحمل هذا الكتاب عبد الله ابن حذيفة السهمي رضي الله عنه، وكان يضرب به المثل في الشجاعة رضي الله عنه. فدفعه السهمي إلى عظيم البحرين، ولا ندري هل بعث عظيم البحرين رجلا من رجالاته أن بعث عبد الله السهمي. وأيا ما كان، فلما قرئ الكتاب على كسرى مزقه، وقال في غطرسة وكبرياء: عبد حقير من رعيتي يكتب اسمه قبلي. ولما بلغ ذلك
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مزق الله ملكه. ده عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما مزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا عليه صلى الله عليه وسلم بتمزيق ملكه، وقد فعل عز وجل إذ مزق الله ملكه. وقد كان كما قال، فقد كتب كسرى إلى باذان عامله على اليمن: ابعث إلى هذا الرجل الذي بالحجاز رجلين من عندك جلدين، يعني قويين، فليأتياني به. فاختار باذان رجلين ممن عنده، أحدهما قهرمانه بانويه، القهرمان هو العبد المقدم والخادم، وكان حاسبا كاتبا بكتاب فارس، وثانيهما خر خسرو من الفرس أو بضم الخاء. وبعثهما بكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر أن ينصرف معه إلى كسرى. فلما قدم المدينة وقابل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما نظر النبي صلى الله عليه وسلم إليهما وجدهما قد أطلقا شاربهما وفتلاه وحلق لحيتهما، فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر إليهما. قال: من أمركما بهذا؟ قال: ربنا، يقصدان كسرى. قال: لكن ربي أمرني أن أطلق لحيتي وأن أحف شاربي. قال أحدهما: إن شاه شاه، يعني ملك الملوك كسرى، قد كتب إلى الملك باذان يأمره أن يبعث إليك من يأتيه بك، وبعثني إليك لتنطلق معي، وقال قولا توعده فيه. فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يلاقياه غدا. وفي ذلك الوقت، سبحان الله، ذكرت الكتب أن قريشا لما علمت أن كسرى قد مزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: قد كفيتم الرجل بغيركم، يعني وقع مع كسرى. كسرى هذا عظيم فارس، دولة عظمى، أمبراطورية كبيرة في ذلك الوقت. ففي ذلك الوقت كانت قد قامت ثورة كبيرة ضد كسرى من داخل بيته، بعد أن لاقت جنوده هزيمة منكرة أمام جنود قيصر. قام شيرويه ابنه، شيرويه ابن كسرى، على أبيه فقتله وأخذ الملك لنفسه. وشيرويه هذا قتل بعد 6 أشهر. مزق الله ملكهم كما دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وأخذ الملك لنفسه، أي شيرويه. وكان ذلك في ليلة الثلاثاء لعشر مضين من جماد الأولى 7. وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من الوحي، فلما غدا عليه، أي في اليوم الذي بعده، فلما غدا عليه أخبرهما بذلك. قال: إن ربي قد قتل ربكما الليلة، إن ربي قد قتل ربكما الليلة. فقال: هل تدري ما تقول؟ إنا قد نقمنا عليك ما هو أيسر، أفنكتب هذا عنك ونخبره الملك؟ قال: نعم، أخبراه ذلك عني، وقول له إن ديني وسلطاني سيبلغ ما بلغ كسرى وينتهي إلى منتهى الخف والحافر. وقول له إن أسلمت، أي باذان، أعطيتك ما تحت يدك وملكتك على قومك من الأبناء اللي هم الفرس. فخرج من عنده حتى قدم على باذان فأخبراه الخبر. وبعد قليل جاء كتاب بقتل شيرويه لأبيه، وقال له شيرويه في كتابه: انظر الرجل الذي كان كتب فيه أبي إليك، فلا تهجه حتى يأتيك أمري. وكان ذلك سببا في إسلام باذان ومن معه من أهل فارس باليمن.
سبحان الله. فتوحات الدعوة إلى الله يظهر في هذا شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم. كان أشجع الناس صلى الله عليه وسلم، كما قال علي: كنا إذا حمل وطيس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا أن الله مؤيد رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ملكه سيبلغ ما زوي له صلى الله عليه وسلم. وكان في يوم الخندق في حادثة الصخرة لما قال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، إني لأبصر قصرها الأبيض من مكان هذا، صلوات الله وسلامه عليه. هذا والله عز وجل أعلم. نكتفي إن شاء الله بهذا، ونستكمل إن شاء الله تعالى فيما بعد.